كل الناس اللي بتتابعنا من خلال المساحة دي يعني واحدة من الحتات الجميلة القاطرات، وتدشين قطار جديد بيدي فيدباك أو خلينا نقول فلاش باك لكل الناس اللي اشتغلت في القطارات أو حتى اللي كانت بتركب قطر في يوم من الأيام واللي عندها ذكريات محببة في القطارات. خلونا نتابع مع بعض احتفالية تمت من خلالها تدشين عدد 72 قاطرة ثقيلة وسبعة وابورات مناورة، واللي كانت في وزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان. خلونا مع بعض مع كاميرا قناة الشروق الفضائية نتابع الاحتفالية ونرجع مرة ثانية. الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتدشين عدد 30 وابور من جملة 34 وابور لهيئة سكك حديد السودان بمحطة ركاب بحري. وسيشرف الحفل التدشين السيد الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر. هذه الدفعة الجديدة من القوة الساحبة لهيئة سكك حديد السودان أتت ضمن المشروع الإسعافي لهيئة سكك حديد السودان دعم القوة الساحبة، وهذه الوابورات تم تصميمها بقدرات تصميمية وتكنولوجيا عادلة كبيرة جدا، ونتمنى ونتوقع أنها تسهم إسهام يعني كبير في التنمية الاقتصادية وفي في الإعمار. ووضعنا خطة تشغيلية محكمة لتشغيل هذه الوابورات وتعظيم الفائدة منها لنقل كل السلع الاستراتيجية الواردة من خارج السودان، القمح والسكر ومادة الفيرز لمحطات التوليد الحراري، بجانب نقل مدخلات الإنتاج السماد عن طريق البنك الزراعي للمشاريع الزراعية. وأيضا أضفنا خدمة جديدة اللي هي خدمة تقديم الخدمة من الباب للباب لنقل الحاويات من الميناء الجنوبي بورسودان إلى محطة سوبا الميناء الجاف. محطة السكة الحديد في الخرطوم بحري، ونحن إن شاء الله دي بداية انطلاقة كبيرة جدا لعودة السكة الحديد إن شاء الله لمجدها القديم، وإنه السكة الحديد إن شاء الله تبدأ تاني تبني المسألة إن شاء الله. فالسكة الحديد الآن هي يمكن واحدة من يعني المؤسسات الهامة جدا والمهمة جدا لدعم الاقتصاد الوطني ولدعم الوحدة الوطنية ولتزويب القبائل ولجمع الناس كلها. والسكة الحديد هي طبعا يعني هو سعيد جدا باليوم الليلة، الاحتفالية كانت جميلة جدا، هو بيتمنى انه لقدام يكون في تعاون اكبر من كده ان شاء الله مع سكك حديد السودان، وللمستقبل ان شاء الله تكون القطارات بنفس الجودة واحسن كمان ان شاء الله.